السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد وقصة شعر جديدة وطريقة تدريج جديدة. أنا الكوافير رام، بقدم محتوى تعليمي حلاقة. بتمنى أن مو مشترك بالقناة تشترك بالقناة، فعل زر الجرس ليوصلوا كل شيء جديد، وإن شاء الله ما رح نقصر مع أي حد حابب يتعلم مهنة الحلاقة الرجالية أو أي حد حابب يتقوى بمهنة الحلاقة الرجالية. طبعا شباب مثل ما أنا شايفين هلأ بالبداية بلشنا نقص الشعر من فوق. طبعا الشعر مبلول جاهز، بلشنا نقصقص فيه ونشتغل على هذا القصاص خصلي خصلي شباب من قدام لورا. بلشنا بالجنب الثاني كمان، جمعنا الشعر كله مع بعضه وبلشنا نقصقص على هوا يعني على مستوى الخصلة اللي قصيناها اول شيء. طبعا شباب اليوم هاي الطريقة اللي جايب لكم اياها انا كتير بسيطة وكتير حلوة وكتير سريعة، وخاصة للشباب اللي بتعاني من حرف النص ومن دمج النص والواحد وهاي القصص يعني. فحبيت أنا شارككم هاي الطريقة اليوم. بتمنى شباب، رجع بذكركم مو مشترك بالقناة تشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلوا كل شيء جديد. ورح أترك لكم رابط الانستغرام بالوصف. بتمنى اللي حابب يسأل ويستفسر عن أي شيء بمهنة الحلاقة الرجالية يتواصل معي هنيك، وقريبا راح يكون في دورات اونلاين راح اشرح عنها بالايام القادمه. طبعا مثل ما انا شايفين شباب بلش شفر الشعر بهالطريقه. طبعا شباب لما بدنا نشفر الشعر ايدنا ما لازم تكون ثابته، لازم تكون عم تتحرك لفوق مع القص، لانه احنا ما فينا نثبت اصابعنا ونقص الخصلي بنفس المكان كذا ضربه بالتشفير، راح ينضرب الشعر بوقتها. هلا شباب مثل ما انا شايفين حطينا ملاقط، حددنا القصة كيف بدها تكون وكيف التسريحة بدها تكون، وجبنا مشط الأربعة بلشنا ننظف مظبوط مثل ما انا شايفين. هلا شباب بنجيب الماكينة. اليوم رح نشتغل بماكينة الكيم الصينية KM 809 اسمها هاي الماكينة شباب. مثل ما انا شايفين فتحنا نص اول شيء بالماكينة، نظفنا الشعر مظبوط، وهم شيء شباب نتناظف على الزبون وننظف له رقبته ووجهه، ورجعنا عدنا عليها كمان مرة ونظفناها كمان مظبوط. هلا شباب نحنا رح نشتغل ثلاثة كمان، ما بدنا نطلع فيها كتير كرمال ما نضر حرف الاربعة او النمرة الاربعة بشكل عام. بعدين حطينا اثنين شباب بلشنا نشتغل، بلشنا ننظف كمان، وبدنا نشتغل شباب على اساس العلامة اللي علمناه بالبداية كرمال يطلع بالنهاية في تناسق بالتدريج. حطينا مشط واحد ونوصل له وبلشنا نشتغل، اهم شيء نتناظف. ارجع بذكركم حطينا مشط واحد، نزلنا منويل وبلشنا نشتغل الحرف بأرضه. هلا شباب نرفع الواحد للمنويل عفوا بتصير واحد، مثل ما انا شايفين بلشنا ندمج الحرف بأرضه. هلا شباب هاي الخطوة كتير مهمة، نحط مشط النص وننزل منويل، هاي النص شباب بتكون تحت الواحد تقريبا. بعدين نرفع المنويل شوي لفوق كمان بنشيك على الحرف مظبوط مثل ما انا شايفين. نتيجة طلعت معنا كتير حلوة. هلا بيضل علينا بس نحنا النص عفوا الزيرو الاكسترا والزيرو الكبير. طبعا اليوم انا شباب انا استقصدت يكون الفيديو سريع شوي كرمال الافادة وكرمال ما تملوا من الفيديو. طبعا مثل ما انا شايفين بلشنا نحدد الزاوية، طبعا الزاوية بدها تكون تقريبا 90 درجة والسالف بده يكون تقريبا نصف دائرة بهالشكل هاد رح نحدده، شايفين معي كيف. بعدين شباب هلا بدنا نشتغل بنمر الزيرو، مثل ما انا شايفين بدنا نعلم خط وننظف مظبوط بعدها. طبعا شباب الخط بده يكون ثابت كرمال نحنا ندمج الزيرو الكبير على هواته ويطلع معنا في تناسق بالتدريج بنهاية القصة، في معي كيف. هلا شباب نخلي المنويل لفوق بالماكينة الكبيرة، بنبلش ندمج هذا الحرف. طبعا ما في داعي لا نعمل نص ولا نعمل ربع ولا نعمل اي شيء، نحن عاطين المساحة الكافية للنص
وهلا بس نحن رح ندمج بماكينة كيمي بالزيرو تبعها مثل ما لنا شايفين. بعدين بيضل خيال خفيف للإكسترا، نرجع بنكسره بالإكسترا نفسها. شباب برجع بذكركم حرف الإكسترا ما بينكسر غير بالإكسترا نفسها. وهلا شباب بترككم مع النتيجة النهائية والنتيجة اللي بعد استشوار. اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كان معكم الكوافير رام.